قال الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تخيلوا وانظروا إلى هذا السخف وإلى هذه الفكاهة، بما فسر هذا الكاهن سفيان الثوري ومن أخذ عنهم من أئمة ومفسري أهل الخلاف، بما فسروا قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون. من هم اللاعنون عند هؤلاء؟ لو رجعنا إلى تفسير سفيان الثوري برقم 50 لوجدنا هذه الرواية: سفيان عم منصور بن المعتمر عم مجاهد في قوله ويلعنهم اللاعنون قال: العقارب والخنافس والدواب يقولون حبس عنا المطر بذنوب بني آدم. يعني هؤلاء الذين يهددون الله عز وجل، أو يهدد الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى، يهددهم بأن يلعنهم ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون هؤلاء من؟ عقارب وخنافس، حشرات. يقول العقارب، هذا شوف سفيان الثوري هكذا يقول، مجاهد هكذا يقول: العقارب والخنافس والدواب شو يقولون؟ يقولون حبس عنا المطر بذنوب بني آدم. مع أن الآية كما تلاحظون تتحدث عن صنف خاص يرتكبون أمرا هو من العظائم، وهو كتمان الهدى والبينات، لا مطلق الذنوب. يعني كأن التفسير في واد ومؤدى الآية في واد آخر، يعني أية مناسبة بين الأمرين؟ صحيح أن كتمان البينات والهدى من الذنوب، لكن ليس هذا الذنب كأي ذنب، هذا من ضرب الكفر، لأنه يحول دون هداية الناس وإقبالهم على الهدى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، فهذا منحى آخر، موضوع آخر، أو صنف خاص لابد أن يكون هنالك تناسب ما بين التفسير وما بين مضمون الآية. وهل من يعني المهضوم أن يقرن الله تبارك وتعالى نفسه المقدسة، ذاته المقدسة، في التهديد باللعن، يقرنها بذوات العقارب والخنافس الحشرات؟ يعني الله يهددكم يقول ترى إذا كتمتم ما أنزلتم من البينات والهدى، ترى أنا هم ألعنكم، والخنافس هم تلعنكم، والعقارب هم تلعنكم، والحشرات هم تلعنكم. شنو هذا؟ يعني بالفعل شيء سخيف وفكاهي. أنا ما أدري شلون المخالفين يصدقون هكذا تفاسير. ويلعنهم اللاعنون، هي هذه اللي تدب على الأرض، هذه اللاعنون؟ بنعال واحد خلصنا منها، ما راح تلعن ولا تسوي لنا شيء، مو حكي هذا. يعني
هذا حقيقة استنقاص من الله تبارك وتعالى، أنه يقترن ذاته المقدسة في التهديد باللعن، تقترن بمن؟ بمخلوقات هي من أحقر مخلوقاته. يقول ترى ذولا راح يلعنوكم أيضا مثل ما أنا ألعنكم. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. آخر شيء نكتشف ذولا خنافس. ما قول الأئمة عليهم السلام؟ من هم اللاعنون عند الأئمة؟ نرجع إلى تفسير العياشي عليه الرحمة في المجلد الأول الصفحة 72، رواية عن عبد الله بن بكير عمن حدثه عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال نحن هم الأئمة هم اللاعنون. وشوف الإمام كيف يسخر من قول أهل الخلاف، يقول نحن هم وقد قالوا هوام الأرض. هذول الجهلة يقولون هاي الهوام، هاي الخنافس، وهاي العقارب، وهاي الحشرات، هذول اللي اللاعنون، هؤلاء هم اللاعنون.